Salam alaikum. Welcome at the Bonn Rhein-Sieg University in Germany. أهلا وسهلا فيكم مرة أخرى. اسمي شذا أبو شنب، أعمل كباحثة في جامعة بون راينزيغ في ألمانيا. في خلال عملية بحثي هنا قمت بتطوير مختبر عن بعد ريموت لاب الـ FPGA، وهو يمثل هذا المختبر كأحد مصادر تعليمية المفتوحة. تستطيع التعلم عن تصاميم FPGA مختلفة، كيفية معالجة الإشارات، وأيضا كيفية وضع تصاميم منخفضة الطاقة، حيث أن للبروفيسور مارك فينسكر عدة فيديوهات مصورة ومترجمة بعدة لغات من بينها اللغة العربية، حيث يتم عرض في هذه الفيديوهات المحتوى النظري للمادة. مثال على ذلك عرض خوارزمية كشف مسار السيارات، وأيضا كيفية تطبيقه باستخدام الـ FPGA. تستطيع القيام بعدة تجارب باستخدام النظام عن بعد الريموت لاب وتحصل على نتائج حقيقية من أجهزة حقيقية، فهو النظام متاح للجميع بدون أي تكلفة. أتمنى أن يكون النظام مفيد لكم، ومع أجمل التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله.